نبدأ بالسؤال ديال لو 360 سي شاكير، هل هناك دعم جديد؟ نعم هناك دعم جديد، سوف يتم إعطاء معطيات أكثر بخصوصه مباشرة بعد الإعلان على الأسعار الجديدة ديال المحروقات. حنا كنتسناو دابا الآن بداية، لأن الأسعار كتحدد في لو 15 وفي لو 16 وفي لو جونفي وفي لو برومي. إذا غنتسناو التأثيرات اللي وقع على الأسعار الوطنية، وبناء عليه سوف يتم يعني تقدير المبلغ الذي سوف يستفيد منه مهني النقل. لكن الحكومة ما زالت مستمرة خلال شهر غشت في إعطاء دفعة جديدة من الدعم.